الراديو 90-90 هواها مصر. تامر لوفرن عمل فاول مع هاري كين، فاول خناقه يعني، فاول بايديه الاثنين وفارد دراعه الاثنين. في حاجه فيها خطه، استنى عفيفي بقى كده، بس الفار ممكن يقول حاجه بعد الشوط ما يخلص. ده يبقى فار بعد الشوط ما خلص، بعد ما الشوط خلص ده. طب يا جماعه عشان تبقوا فاهمين احنا بنتكلم عن ايه، في ضربه حره اللي كنت بحكي لكم عليها، مليون في اخر كوره، اخر كوره في الشوط الاول لكرواتيا، فاول على 18 لوفرن ومنزله على الارض وضرب الجزاء مليون في المية. والتلفزيون بيعرض دلوقتي ان الفار بيبص على اللقطه. لو الفار بص على اللقطه يا تامر هنا في سؤال مهم قوي. هل نرجع نلعب ضربه الجزاء وننهي الشوط، ولا نبدا بيها الشوط الثاني؟ هي بتنتمي للشوط الاول، ما ينفعش نبدا بيها الشوط الثاني بتهيألي. طبعا يعني ممكن مثلا حد يخبط على اوت لبس انجلترا، يطلع حبيبي يلا عندك ضربه جزاء بره، اطلع العبها، يرجع ثاني للاستراحه. ده عشان كده بقول لك هيبقى اغرب قرار في تاريخ الكوره. عشان تبقوا فاهمين يا جماعه تاني، انا اسف ان كنا متحمسين مع الامر ومش قادرين نشرح كويس. بصوا يا جماعه، في اخر لقطه في المباراه، فاول على حدود ال 18 لعبه لوكا مودريتش، ثم انتهت الهجمه وفشلت. الاعاده اظهرت ان قبل الهجمه المرتده الحكم قالها شوت. بالظبط الحكم قالها شوت. ثم الاعاده اظهرت كرواتيا رايحين لشاكير بيعترضوا وبيطالبوا ان ساعه تنفيذ الضربه الحره في احتكاك حصل في ال 18 بين ماجواير ولوفرين. دلوقتي الاعاده بتبين من وجهه نظر تامر ان فيها ضربه جزاء، ان ماجواير شادد لوفرين فعلا من كتفه ونازل بيه ضربه جزاء. السؤال ده يا جماعه ممكن يكون سؤال حلقتنا وكل الحلقات الجايه في برنامجنا وفي كل البرامج. ماذا لو شاكير بص، الفار استدعى شاكير قال له بص يا شاكير على اللقطه، شاكير بص، شاكير ده اللي هو الحكم، بص على الكوره اكتشف انها ضربه جزاء. هل بتفكرني بعادل امام؟ نهار اسود يا نهار. هل المحل ثقه على خرق؟ نعم 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 يا استاذ. هل شاكير يبدا الشوط الثاني بضربه جزاء؟ تالي صعبه جدا. عارف كمان يا تامر دي حاجه غريبه، هتبقى ضربه جزاء يعني انت مرتكب خطا في ال 18 ده ورايح تلعب ضربه جزاء في ال 18 الثاني، يعني في نقطه الجزاء الثانيه، ولا هيكتشف ان هي ضربه جزاء ويكون اللعيبه في اوضه اللبس فعايز يكمل بيها الشوط الاول، فمخبط عليهم يبعت لهم اي عيل صغير مثلا ولا حاجه اطلعوا يا جماعه، او يطلع بيكفورد مثلا يلعب بضربه الجزاء بعدين يخش تاني، هيبقى موقف غريب جدا. ولا هيصاهن، ولا يعني لعيبه كرواتيا بقى هتستغل ان هيبقى فيه وقوع كتير في ال 18 عشان هو يكفر عن ذنبه وانه ما حسبش البنالتي الاولاني. لا ما في فار يا معلم، ما بقاش في ذنبه. ذنبه دلوقتي، ما الفار ما حسبها ليه. لا بس ذنبه دلوقتي بقى في ايه يا تامر؟ بقى في خبطه، في زغده، في كتف. طب بقول لك، لكن اوفسايد، ما الفار خلاص بيجيب الحاجات دي. ما علي جبر مع فهد المولد، الكره فاول على فهد المولد، والراجل الحكم راح وبص للفار وصمم انها بنالتي على علي جبر. على هو الفار لا ده الفار كمان في واحده مع اسبانيا جامده جدا، بس وكانت روسيا، عشان كده انا سميته البار بوتين اسيستنت ريفري. لا ده في كوره يا جماعه، ده راموس، انا ما شفتش حد بيضرب راموس كده. راموس ده بيضرب ما بيضربش. راموس وبيكيل اتنين اللي هم اقوى اتنين في اسبانيا اتجابوا على الارض ولا الهوا يا معلم. بوتين قاعد ماسك الفار. مش عايزين بقى نتكلم في الحاجات دي يا جماعه، عشان ايه يعني؟ كلنا طبعا يعني كلنا بنحب بعض، وكلنا نتمنى الخير لبعض، وكلنا واحنا بنهزر طبعا، ودي ده مجرد هزار يعني، وانا بتاسف طبعا عن اي اساءه فهم ممكن تكون صدرت عني.